ملهين صباح النور وألف سلامة. شكرا. يعني ربما من السذاجة أنه أسألك أنه خفتي أو ما خفتي أو شو شعرتي. عارفة هذا شعور كان صعب علينا جميعا، ولكن أنت التي كنت في وجه الحدث بالتحديد، أخبرينا عن الذي حدث. صراحة أنا ما كتير بذكر، لأنه من بعد ما وعيت بلشوا يخبروني شو صار، بس اللي بكل اللي بذكره أنه أول شيء طلع أول انفجار، وأول انفجار كان غميق ما كان قوي، وكان في صوت طيران قوي. وبعدين كنت قاعدة أنا وأمي بالمطبخ، أنا ووالدتي بالمطبخ، وقالت لي إنه قوم لأنه وراي في واجهة إزاز لحتى إذا صار شيء ما توقع علي. وبالفعل يعني بالانفجار الثاني مش بس الإزاز، الحديد وقع مطرح ما أنا قاعدة. فبهاللحظات أنا وقفت ورحت ورا أخي حسب ما قال لي على غرفته يعني هي مطلة على المرفأ. نعم، إحنا غرف النوم مطلة على المرفأ. فمن هون بالرايحة ما بذكر شيء، بس اللي خبروني إنه طلع الانفجار الكبير، خي طار من أوضته على الصالون تقريبا 5 أمتار، جرح إيده وإجره كلهم مقطبين. أنا حسب ما التحليل عم نشوف يعني طرت لبدت بالحيطة اللي بوجه الغرفة، وبعدين نزل علي الباب والخزانة، لهيك كل ميلة الشمال متضررة. هلأ الخوف هلأ بلش. قبل ما كنت خايفة، هلا بلشت استوعب، هلا بلشت تخاف انه بكره شو فيه؟ نعم، شو مخبى بكره؟ ونحن سنتحدث اليوم، يعني اليوم بعد ما نخلص انا وانت هذه الفقره تابعينا الى اخر البرنامج، لانه راح يكون عندنا فقره نتحدث عن هذا الخوف الذي يعني نجم من بعد التفجير، وانه كيف ردود الفعل بتصير على الصعيد النفسي عند الناس. ولكن انت منزلك مواجه للبحر مثل ما فهمت منك، هل يعني لهذه الدرجه كنت قريبه، منزلك كان قريب؟ صحيح، نحن بالأشرفية معروف حي مستشفى الروم، يعني تعرفوا كثير منيح المستشفى القديس جورجوس، مستشفى الروم كمان يعني صحيح طالته أضرار كثير كبيرة، فنحن دايرة حده. صحيح أن الغرف مطلة على البحر، ويعني تعرفوا الأشرفية نوعا ما عالية أعلى من المخايم والجميز، يعني كل شيء أقرب شيء بيوصل عليها. نعم. ما في خبرك شوي، يعني ما في خبرك حجم الدمار يعني بالبيوت بالبنايات بالشقق مفتوحة على بعضها. نعم. ما بقى في شيء بينسكن بالشقق. صحيح، وهذا الموضوع مؤلم للغاية، ولكن ربما ما هيك بريحنا أنه عم شوفك قادرة أنك تحكي، عم لاقي أنه معنوياتك منيحة. بدك تطمنيني عن الجانب المصاب من وجهك، ماذا قالوا لك؟ هلأ الجانب المصاب من وجهي في عيني مقطبة، الحمد لله زمطنا يعني عم بقشع فيها، كان فيها ازاز هي وعيني اليمين. نعم، ولكن مقطع. خارجي يعني الاصابه خارجيه؟ الحمد لله اصابه. نعم. خارجيه، الكسر مكتوب، سوري الكتف مكسور. ما بيتجبر، سو بدي ابقى 3 أجماع او شهر على هيدي الحاله. نعم. لحديث ما يرجع يلحم الكتف، واسنان مكسورين كمان بدنا هي مرحله ثانيه، ما عدا انه الوجه مقطب والظهر مقطب يعني. نعم. فشوي شوي الريكفري بتصير يعني الحمد لله، مثل ما بيقولوا عجيب بقينا عايشين. نعم، ولكن أنا مؤكدة أنه بهذه النفسية الجميلة اللي عندك رح يعني سيكون هذا من الماضي، ومثل ما بيقولوا بلبنان تنذكر وما تنعاد أبدا. ملفين، كيف وصلتي على المستشفى؟ يعني خاصة بأنه كانت ربما الاتصالات على المستشفيات كانت كثيرة للغاية، وكان حتى يعني كانت سيارات الإسعاف لا تعرف أين تذهب من كثر أنه كانت المنطقة المدمرة كبيرة جدا، والحالات يعني عدد الشهداء الذين كانوا على الأرض أيضا كانوا يعني بالمئات أو بالعشرات. أخبريني كيف وصلتي على المستشفى، كيف قدر الإسعاف يوصلك؟ المشكلة إنه الإسعاف ما كان عم بيلحق، وأنا يعني أنا مش واعي، يعني واعية ومش واعية. جاني كتير اتصالات من رفقاتي قلن إنه أنا وخي عم ننزف، تعوا خلصونا. ما كنت عارفة شو هي إصابتي ولا عم بعرف شو عم بحكي. حتى أنا لأني بشتغل بمطرانية بيروت المارونية، اتصلوا فيي من المطرانية وقلت لهم الإسعاف ما عم بيوصل. في كاهن من المطرانية هو إجا أخذني أنا وخيي، نزلني، هو حملني ونزلني على الدرج. أنا بتشكره كتير لأنه يمكن هو كمان ساهم بإنقاذ حياتي وحياة خيي. وأخذنا على مستشفى الأرز يعني بجل الديب، اللي هي بتبعد كذا كيلومتر عن بيروت، بس لأنه مستشفيات بيروت يا متضررة وما عم تستقبل يا صارت مخولة. نعم. لهيك مستشفى الأرز قدر يستقبلني، يمكن أنا آخر حالة استقبلها لأنه كان كمان أوريدي مخول.
بينما اخي ما قدروا يستقبلوه يعني، وتقطب بعياده حكيم. ف يعني بشكر الله انه قدرت قدر حدا يوصل لعندي، اقرب حدا قدر يوصل لعندي لحتى قدر نقلني على المستشفى. الحمد لله الله الحمد يساعد لله. الاسعاف. نعم نعم. طيب ملفين، يعني انا كمان متاسفه عن ما ساساله لك الان. انت فقدتي عمتك صح؟ صحيح. أين كانت عمتك لحظة الانفجار؟ كيف كان وقع ذلك عليكم أيضا؟ عمتي ساكنة ببناية حد بنايتنا، وكمان حد مستشفى الروم. نعم. بصراحة أنا أول شيء ما كنت عارفة، من بعد ما طلعت من المستشفى يعني تقريبا بساعات متقدمة كثير من الليل، حكيوني وقالوا لي إنه عمتي هي مقعدة نعم. وعندها وضع صحي خاص. وقت اللي صار الانفجار طار الإزاز عليها وذبحها، فكان الواقع كتير يعني ما فيك تتخيل هلا يعني، بين الصدمة اللي أنا أصلا مصدومتها وبعدني لهلا مصدومتها، وبين إنه سمعت إنه أنا هلا ما بعرف أرجع أشوف عمتي. فيك تتخيل الوضع النفسي اللي عم نعيش فيه. بس بدي أقول لك شغلة، لهلا الصدمة بعدها هي مسيطرة يعني، لدرجة إنه بعد ما نزلت أنا هلا بالضيعة بالجبل، نعم. بعد ما نزلت على البيت على بيروت وناوي بهاليومين أنزل بس لحتى بلش أستوعب الدمار والشيء اللي صار وانا وين وقعت وين كنت، بركي برجع بستعيد شوي من ذاكرتي يعني من ذاكرتي اللي صار، وبلش استوعب حجم الدمار يعني هي نفسيا لازم تصير بعتقد. نعم نعم. طيب يعني كنت حابة أسألك عن موضوع ربما تم الإضاءة عليه بكثرة أيضا في الإعلام اللبناني وحتى على الصعيد العربي، على موضوع الأضرار، ولأي مدى يعني أنتم مثلا ناويين أنه تجيبوا ناس متخصصين لحتى يعلموكم بأنه هذا المنزل لا يزال صالحا للسكن؟ هل مثلا يعني هناك ضرر في الأسس تبع يعني بأسس المنزل أم لا؟ نعم، لجنة البناية بتعرفي بكل بناية في لجنة، لجنة البناية بلشت تتحرك على هذا الصعيد وتجيب اختصاصيين تشوفوا شيء أساسات البناية، ثانيا لحتى يبرموا على الشقق ويقدروا حجم الأضرار، بالإضافة إلى إنه هذا الشغل كمان الدولة اللبنانية، بالنتيجة نحن مواطنين لبنانيين وهذا شغلة. لهلا ما بعتقد إنه وصل حدا من فرق الهندسة التابعة للدولة اللبنانية أو لبلدية بيروت على الحي اللي نحن ساكنين فيه، حتى عرفت قدرت اعرف من الجيران انه الركام يلي على الارض عم يجي يعني بمدارات خاصه، البنايات عم تدفع منها هي، بعد لهلا ما في حدا على صعيد الدوله او البلديه قرب من الحي عنا، هو حي معروف وهذا سؤال كبير لازم ينسال. بس اكيد في مبادرات من هذا النوع، اكيد في يعني ما فيك بالاخير تعرضي بعد حالك لخطر ثاني، فلهيك اساسات البنايه اكيد عم تنفحص، الشقق بدها تنفحص، بدنا نشوف شو اللي بناء يعني قد ايه مقدره لحتى ينعاش فيها بالمينيموم قبل ما ترجع تضبط الماكسيموم، لانه انت كمان بتعرفي نحن هلا عايشين بازمه اقتصاديه كثير كبيره وازمه الدولار، يعني نعم. اليوم يلي كان حقه بال 100 دولار 150 الف صار حقه اكثر بكثير، بتضربيه يعني بعشره اذا مش اكثر. نعم نعم. يعني وسط هذا التقصير الذي تتحدثين عنه ملفين، خلينا نحكي أيضا عن الجانب الإيجابي من الناس اللي كانت متآلفة ومتوالفة وتحدثت معك، وكانت أيضا الكثير منهم كانوا مستعدين لتقديم الخدمة. دعينا لو يعني وجهنا لهم هيك تحدثنا عنهم من باب يعني رد الجميل. بدي أقول لك شغلة، يمكن الشيء الوحيد اللي بميز اللبناني هي محبته، لأنه بكل الظروف اللي بتقطع بنلاقي انه ما في الا اللبناني واقف حتى خيه، وعم بحكي هون عن الشعب اللبناني مش عم بحكي عن المسؤولين، بحكي عن الشعب اللبناني واقف حتى خيه. اول شيء بدي اقول لك انه وقت اللي من يومين نزل خيه لحتى يبلش يزبط ويشيل الركام، فجاه صار البيت فيه 40 او 50 شخص ما بيعرفهم، بس هيك اجوا يبادروا ويساعدوه. وهيدي شغله عن جد بتاكد انه نحن اللبنانيين بنعرف نحب بعض، وبنعرف نعيش مع بعض، وبنعرف نساند بعض اذا بس بتركونا نعيش ونكون محبين لبعض من دون ما يقسمونا لا سياسيا ولا طائفيا ولا مذهبيا ولا لاي شيء ثاني. نعم. نحن بعيدا عن الانقسام نحن كثير
بنحب بعض وكثير قرب من بعض. نعم جميل جدا. ملفين اخيرا، يعني انا قلت لك في بدايه هذه الفقره بانه نحن سيكون معنا الاختصاصي في علم النفس العلاجي شادي رحمي ليحدثنا عن الاثار النفسيه لهذه الصور ولهذه الماساه التي حدثت في مرفأ بيروت وتداعياتها على الناس. عندك سؤال حابه انك تسالي، هل انت عم تحسي بمشاعر ربما من النكران، من الخوف، ما الذي تشعرينه؟ أعطيني سؤال خليني أسأله لأنه أنا مش محلك، حاسة فيك أكيد وقلبي معك أكيد، بس حابة أخذ منك هيك معلومة أو سؤال وجه له إياه منك. الخوف من بكرة والشعور بعدم الأمان. نعم. يعني وقت الإنسان بيخسر كل شيء كيف بيرجع بيقدر يحس بهذا الأمان ببلده؟ يعني كثير في خوف من بكرة بصراحة. هلا هذا الخوف يعني بات اكثر من قبل، صار جديد عليكي، هذا شعور مستجد. صحيح. نعم صحيح صحيح. يعني ملفين خوري انا كثير انبسطت انه حكيت معك، وكثير انبسطت انه هذه المعنويات عاليه عندك، بتمنى لك لإلك ولجميع الجرحى الشفاء العاجل، والله يرحم عمتك وجميع الشهداء، وان شاء الله يطمن قلب ايضا كل الاهل اللي عندهم اولاد مفقودين. بدي اشكرك.